سبح للحي والإشراق بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطارق مكية والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما إن كل نفس لما سين پڑھا گے تو پھر لام کتنا ملاؤں گے پیچھے ولا تشتق ولا تشتق ولا تشتق لما عليها حافظ پھر پڑھو بھائی ان كل نفس لما بھائی نفس سین جدو پڑھتا سین دو دیر سین بناتا پھر لام نو کدا ملانا جوڑ کدا بنے ان كل نفس لما عليها حافظ جی شاباش پھر پڑھو تین دفعہ اور پڑھو ان كل نفس لما عليها حافظ سٹی والے حروف عمار ہضم کر رہے آپ نفسل نفسل واضح کرو ان كل نفس لما عليها حافظ بھائی احمد صاحب انہیں ہضم کرنے بند کر نفس لما عليها حافظ جی فلينظر الإنسان مما خلق صحیح کر بھائی زہیب فلينظر صحیح کرو میں کہہ رہے ہیں فلينظر الإنسان مما خلق غنہ نہیں ہونا فلينظر الإنسان مما خلق فاحكم بيننا يا داود دوبارہ صحیح پڑھ الذين لم بنكر يا داود يا داود زیادتی قرآن نہ کرو فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى وَيَتَجَنَّبُ اللَّهُ الَّذِي تُفَرْجَنُ الْأَشْقَى الَّذِي يَسْقَلَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ سُورَةَ الْقَارِعَةِ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا صحف الأولى صحف الإبراهيم صحف إبراهيم وموسى